واكد مدبولي ان زياده الصادرات هي مساله امن قومي لمصر وياتي على راس اهتماماتها واشار الى ان هناك برنامجا لثلاث سنوات بقيمه 30 مليار جنيه. الحكومه الحقيقه عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد هيستمر لمده ثلاث سنوات قادمه اعتبارا من العام المالي القادم وهو ان هيبقى عندنا برنامج وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجاريه هيبقى لمده ثلاث سنوات بضوابط محدده ثابته ويمكن حطينا اول عام منه العام 23 24 ما يقرب من او 30 مليار جنيه دعم صادرات. على الرغم من الازمه الكبيره جدا اللي العالم كله بيمر فيها واللي حضراتكم عارفين بالتاكيد مصر النهارده وكل تركيزنا على ترشيد الانفاق وان احنا ازاي نحافظ على انضباط الموازنه ولكن كان التاكيد ان قضيه دعم الصادرات وزياده صادراتنا دي قضيه امن قومي